استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد عائلتي هاشم والمحميد، يتقدمهم المحامي عبد الله هاشم الذين تقدموا بجزيل الشكر والتقدير لسموه على ما أبداه من مشاعر صادقة بتعزيتهم في وفاة فقيدتهم، مؤكدين أن وقفات سموه إلى جانب المواطنين في مختلف الظروف تجسد نهجا أصيلا يتمتع به سموه على الدوام. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن قيم التواصل التي نشأ المجتمع البحريني عليها تشكل مصدر قوة وركيزة أساسية أسهمت في استقرار وتقدم المجتمع البحريني، ونوه سموه إلى أن هذه القيم النبيلة من المحبة والمودة يجب التمسك بها والحفاظ عليها وترسيخها في نفوس الشباب بالشكل الذي يعزز من التماسك واللحمة بين أفراد المجتمع الواحد. من جانبهم أعرب أبناء عائلتي هاشم والمحميد عن خالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواساته لهم في مبادرة ليست بغريبة على سموه الذي لا يدخر جهدا في الوقوف إلى جانب المواطنين، مؤكدين أن تعازي سموه لهم أثلجت قلوبهم، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وينعم عليه بموفور الصحة والعافية والعمر الطويل.